السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح حاجة خاصة بالحسابات الكهربية بتاعة الكابلات واللوحات، يعني الشيت أو ملف الإكسل ده هو اسمه SLD Automatic Analysis. هتقدر تدخله اسم الحمل والقدرة بتاعته بالكيلو وات أو بالكيلو فولت أمبير حسب الوحدة اللي أنت شغال بيها، وهو هيحسب لك الكابل والبريكر الامبير تريب والبريكر الامبير فريم، وهتدخله برضو الكيبل لينس طول الكابل بتاعك، وبناء على طول الكابل ده هيطلع لك قيم الهبوط في الجهد او الفولتج دروب. كل القيم اللي هي الفولتج دروب برضو هنا في معاملات التصحيح بتاعت الكابلات بناء على طريقة التمديد اللي انت هتختارها من البرنامج. كل القيم دي اللي هي الفولتج دروب ومعاملات التصحيح والسعة التيارية بتاعة الكابل محسوبة من كتالوج السويدي للكابلات. كل اللي عليك زي ما قلنا انت هتدخل بس قدرة او الكيلو وات او الكيلو فولت امبير بتاع اللوحة، وهو هيحسب لك الكابل والبريكر والفولتج دروب ومعامل التصحيح اوتوماتيك. في هنا جزئين، يعني الشيت اللي هو اسمه SLD ده بيتكون من جزئين، جزء بتاع المدخلات بتاع اللوحات مثلا والقدرة بتاعتها وأطوال الكابلات، دول اللي انت هتدخلهم بس. يعني انا هلونهم دلوقتي بحيث تعرف ان دول اللي انت المفروض تدخلهم بس. مثلا والباقي اللي هو باللون الاخضر ده هو اللي هيحسبه البرنامج. هنا هتحدد الاوبشن او ايا كان الاعدادات بتاعت البرنامج بتاعتك. مثلا اول خانة هنا هتحدد انت شغال بالكيلو فولت امبير ولا بالكيلو وات، يعني الرقم اللي انت كاتبه هنا ده اللي هو 1350 ده بالكيلو فولت امبير ولا الكيلو وات. كيبل كونداكتور هتشتغل نحاس ولا الومنيوم. الانسوليشن على الشيس اللي هو العزل بتاع الكابل. كيبل ارمور اللي هو التسليح بتاع الكابل، يا اما ان ارمورد غير مسلح، يا اما ستيل تيب، يا اما ستيل واير. دول الثلاث انواع الموجودين في كتالوج السويدي. والنيوترال تايب هل هو ريديوست ولا فيز ايكوال، يعني قد الفازه ولا نص الفازه. والمينيمم بانيل كيبل لو انت عايز تستخدم كابل معين، يعني عايز تستخدم رينج معين من الكابلات مثلا من اول 35 لحد 300، دول مثلا اللي عندك في الستوك او الموجودين متوفرين حاليا، فانت بتحدد المينيمم والماكسيمم للكابلات اللي انت عايز تستخدمها. في بعد كده الفولتج دروب اللي انت عايز تحققه على الكابل بتاع اللوحة دي. زي ما احنا عارفين الكود المصري بينص ان انت مفروض تحقق 2.5% هبوط في الجهد من اول نقطة المحول او التغذية بتاعت المبنى لحد ابعد نقطة موجودة عندك في المبنى، سواء دايرة انارة او دايرة باور او اي مخرج او حمل كهربي. المفروض بتحقق من اول المحول لحد الحمل ده قيمة لا تتجاوز 2.5% من الفولت بتاعك اللي هو 380 لو انت شغال 3 فيز، او 220 لو انت شغال اللوحة سنجل فيز. فدي لوحة فرعية، فأنا بقسم مثلا من المحول لحد اللوحات الفرعية هحقق 1.5، ومن اللوحات الفرعية لحد أبعد نقطة أو الدوائر الفرعية اللي هي الإنارة والباور وخلافه أحقق مثلا 1%. فأنا هكتب هنا 1.5 إن أنا عايز البرنامج يحسب لي الكابل المناسب اللي يطلع لي اللي يشيل التيار بتاع الحمل ويحقق 1.5% فولتج دروب. في هنا بعد كده الاوبشن اللي هو البريكر فاكتور. البريكر فاكتور ده يعني لو انت عندك الحمل 50 او لو مثلا موجود 40، فهو بيقول لك اضرب سيفتي فاكتور قد ايه في الرقم ده. ف
فلو انت حددت هنا 1.2 يبقى 1.2 في ال40 دي يبقى 48، ياخد القاطع الأكبر مباشرة من القيمة اللي هي مضروبة مضروب البريكر فاكتور في الحمل بتاع التيار. طبعا في الأحمال الصغيرة أنا ممكن أستخدم 1.25 سيفتي فاكتور أو بريكر فاكتور، لكن في المفاتيح الكبيرة اللي هي 2000 أمبير مثلا واللي أكبر منها مش هقدر ألتزم بال1.2 أو 1.25 دي، لأن ساعات الفرق بين المفتاح والمفتاح اللي بعديه بيبقى 1000 أمبير، فأنا ساعات بخليها مثلا 1.5 في المفاتيح الكبيرة. لكن أنا هنا هستخدم المفاتيح أو هستخدم قيمة 1.2، وأنت بغيرها براحتك حسب الوضع بتاعك. في بعد كده آخر أوبشن اللي هو بانيل بولز، اللوحة دي 3 فيز ولا سنجل فيز. كده انت خلصت الاعدادات الموجودة هنا. في اعدادات اضافية تقدر تضيفها وتختارها من الشيت اللي اسمه مين، تقدر تحدد حاجات تانية، نوع الكابل وطريقة التمديد، وهو على تري وبرفوريتد ولا امبرفوريتد ولا لادر. لكن انا محدد اعدادات حاليا انت ممكن تلعب فيها براحتك عشان تطلع القيم المظبوطة بتاعتك. طريقة التمديد طبعا هتفرق معاك في الديريتنج فاكتور اللي هو معامل التصحيح اللي احنا هنحسبه دلوقتي. انا مثلا مفترض هنا ان انا هستخدم كابلات، انا عامل صح هنا على المالتي كور، هستخدم كابلات مالتي كور اندر جراوند كيبل ماشية في الارض. انت ممكن تختار مالتي كور هنا دي اندر جراوند كيبل، في فري اير كيبل فورميشن تقدر تختار برضو النوع المناسب لطريقة التمديد بتاعتك. انا مختار هنا ان هي مالتي كور وماشية في الارض، فكل القيم اللي هتظهر هنا ظاهرة على اساس ان انا ممشي الكابل في الارض. خلاص انا كده هكتب زي ما قلنا اسم اللوحة بس والحمل بتاعها والكابل. لو انا عارف طوله هكتب طوله مثلا 50 متر 60 متر ايا كان الرقم بتاعك، و بس اختار اللوحات بتاعتي كده. لازم اختار الرينج اللي انا عايز احسب له وهدوس على فايند سوتبل او سوتبل كيبل اند سيركت بريكر. هتلاقي هنا ان هو حسب الكابل والبريكر والبريكر فريم امبير فريم والفولتج دروب والدريتنج فاكتور اللي هو معامل التصحيح. هتلاقي هنا في قيم الفولتج دروب ان اقصى قيمة هو حققها 1.49، بيحافظ لك على اساس ان هو ما يعديش النسبة اللي انت محددها في الجدول هنا او في الاعدادات دي. انت محدد 1.5 فهو هيلتزم، هيستخدم لك كابلات اقصى عدد من او اقل عدد من الكابلات يحقق لك 1.5% دي او اقل منها. في النهاية هتلاقي رابط تحميل الملف ده تحت الفيديو. الملف او البرنامج ده مش مجاني لكن فري للتجربة 30 يوم، يعني لما تفتحه هيظهر لك كود او سيريال، هتبعت لي السيريال ده وانا ان شاء الله هرد عليك بالاكتيفيشن كود، هتدخله وان شاء الله هيشتغل معاك 30 يوم البرنامج. عشان يشتغل معاك بطريقة مظبوطة المفروض هتعمل هتفتح الاكسل تكون مسطب مثلا نسخة اكسل اعلى من 2013، ويفضل تكون نسخة اكسل 32 بت. بغض النظر عن نوع البت او بتاع الويندوز هو 32 او 64، فلو قابلتك مشكلة في الاكسل طلع لك ايرورز او اخطاء فجرب تسطب نسخة اوفيس 2013 فيما فوق تكون 32 بت، واول ما تفتح البرنامج
تختار كلمة فايل دي، في هنا اوبشن مش عارف، اوبشنز هتروح لتراست سنتر، تراست سنتر سيتنجز، تراستد لوكيشنز، لا في ماكرو سيتنجز، وتختار انيبل اول ماكروز، وتختار تعمل تشيك او علامة صح على تراست اكسس تو في بي اي بروجكت اوبجكت موديل، وتدوس اوكي وخلاص كده ان شاء الله الملف هيشتغل معاك. وشكرا.